السلام عليكم أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ دائما نستمر مع دروس علوم الحياة والأرض للسنة الثانية بكالوريا شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية رأينا في السنة السابقة أن النباتات اليخضورية كائنات ذاتية التغذية قادرة على تركيب مادة عضوية انطلاقا من مواد معدنية وبوجود ضوء عن طريق ظاهرة التركيب الضوئي فهي كائنات قلنا عنها ذاتية التغذية هناك كائنات غير ذاتية التغذية فهي تستهلك هذه المادة العضوية لتحصل على طاقتها ورأينا خلال هذه السنة في أول وحدة استهلاك المادة العضوية وتحرير الطاقة فنحن نتغذى على أغذية متنوعة عبارة عن مواد عضوية لنحصل على الطاقة ونخلف بقايا نطرحها في الوسط الخارجي على شكل ماذا؟ على شكل نفايات، كما نستعمل كذلك مواد أخرى في حياتنا اليومية عبارة عن مواد غير عضوية، فموضوعنا هو المواد العضوية وغير العضوية، قبل أن ندخل إلى الدرس، أدعوكم أعزائي التلاميذ لملاحظة هذه الصور، لاحظوا معي ماذا تلاحظون؟ مجموعة من المواد عبارة عن نفايات ملقية على في وسط عام ماذا تلاحظون كذلك في الصورة الثانية كذلك فهي عبارة عن مخلفات مواد مختلفة نعم هي عبارة عن نفايات نوعها هي نفايات إلكترونية هل كانت هذه النفايات فيما قبل؟ نعم فهي مرتبطه بالتطور التكنولوجي. الصوره الثالثه لاحظوا معي عباره عن مطرح للنفايات. لاحظوا معي هنا نفايات كميات كبيره من هذه النفايات التي يطرحها. اكيد ان هذه النفايات ارتفعت كميتها كذلك. فهذا مرتبط ب التطور النمو الديمغرافي الكبير. لاحظوا معي الصورة الرابعة. ماذا نلاحظ؟ هناك عمال. نعم يقومون بعزل مجموعة من النفايات فصل بينها. هنا مجموعة من النفايات تستغل من أجل اثناء عمليه العزل من اجل استغلالها اكيد نتساءل اعزائي التلاميذ نطرح مجموعه من التساؤلات حول هذه النفايات ما هي مكونات هذه النفايات ما هو اثر هذه النفايات الملقاة في الوسط العام اكيد لها خطوره كما نلاحظ خاصه بالنسبه للسكان الذين يقطنون بالقرب من هذه المطارح إذا كتساؤلات أعزائي التلاميذ ماذا نقصد؟ ماذا يقصد بالنفايات المنزلية؟ ما هي مكوناتها وخصائصها؟ كيف يمكن التخلص منها أو معالجتها؟ ما هي آثارها على الصحة والبيئة والاقتصاد؟ دعونا أعزائي التلاميذ نبدأ بالتساؤل الأول لنحاول أن نجيب عنه وهو ماذا يقصد بالنفايات المنزلية؟ وما هي مكوناتها وخصائصها الآن سنبدأ بمحاولة لتعريف بالنفايات ما هي النفايات؟ لاحظوا معي تعريف النفايات لاحظوا الصورة فهي عبارة عن مجموعة من المكونات مواد نطرحها بشكل مستمر نعم، هناك أكياس بلاستيكية، ورق مقوى، مجموعة من المواد ذات طبيعة مختلفة، إذا ماذا نقترح كتعريف لهذه المواد؟ هل نستعملها؟ لا، فهي غير مستعملة من طرف الإنسان، فيتم طرحها في الوسط الخارجي، مواد مختلفة، إذا نقترح التعريف التالي. النفايات المنزليه هي مجموعه من المواد العضويه وغير العضويه غير المستعمله الناتجه عن الانشطه المنزليه اليوميه منازل مطاعم فنادق والتي يتم التخلص منها وطرحها في الوسط الخارجي دعونا الان اعزائي التلاميذ سنتساءل حول مكونات وهو السؤال الثاني، ما هي مكونات وما هي خصائص هذه النفايات المنزلية؟ لمعرفة خصائص هذه المكونات، أقترح عليكم أعزائي التلاميذ الأنشطة التالية: كما تلاحظون في الصورة تختلف طبيعة النفايات باختلاف الخصائص الاقتصادية، العادات الاجتماعية للسكان، ويبين الجدول اسفله نسب مكونات النفايات المنزليه المطروحه في بعض الدول، السؤال المطروح هو استنتج خاصيه النفايات المنزليه التي يبينها الجدول اعلاه ماذا تلاحظون؟ ماذا يبين الجدول؟ اذا هذا الجدول يوضح لنا نوع انواع النفايات ومقارنه بين اربع دول من حيث نسب مكونات النفايات فيما يخص هذه المواد نقرا جميعا هذا الجدول، لاحظوا معي دابا بدأنا بالمغرب نسبة المواد العضوية فهي متراوحة بين 50 و70%، في فيما يخص الورق بين 5 و10 في المئة المعادن 1 إلى 4%، في المئة. مواد أخرى 8 إلى 16% دول آسيا نلاحظ كذلك 75% في المئة بالنسبة للمواد العضوية مواد أخرى 22.6 كيف كيفية ضئيلة بالنسبة لباقي المواد ورق معادن زجاج بلاستيك بالنسبة لبريطانيا ماذا نلاحظ نسب أعلى نسبة هنا هي 30% فيما يخص المواد العضوية 23 مواد فاصلة 9 مواد أخرى ورق 31.2 5% معادن بلاستيك 5% والزجاج 3.8% بالنسبه لامريكا اعلى نسبه مواد هنا ورق 20% مواد عضويه ثم مواد اخرى 26% ماذا تلاحظون اعزائي التلاميذ ما هي اعلى نسبه هنا المكونات فهي مختلفة متنوعة لكن ما هي أعلى نسبة ما هو المكون الرئيسي والأساسي الذي يوجد بنسبة كبيرة في هذه النفايات أكيد سنقول على أن هذه النفايات تحتوي على نسبة كبيرة من المواد العضوية، إذا من حيث المكونات فهي مكونات مختلفة وكذلك تحتوي على نسبة كبيرة من المواد العضوية، الآن سنكتشف خاصية ثانية وهذا ما سنلاحظ في النشاط الثاني من خلال الجدول يبين الجدول أسفله تطور نسب بعض مكونات النفايات المنزلية بالمغرب والمدة اللازمة لتحللها في الطبيعة. لاحظوا معي هنا مواد عضويه بلاستيك معادن ورق ولدينا التطور من 1960 الى 2013 مع ذكر المده اللازمه لتحللها في الطبيعه ماذا نلاحظ هنا مواد عضويه 75% 70 65 70% المده اللازمه لتحللها ثلاثه الى سته اشهر دائما نلاحظ ان اعلى نسبه هي المواد العضويه في جميع السنوات لكن قارنوا معي اعزائي التلاميذ التطور الذي يحدث بين السنوات تقريبا انخفاض نسبه الورق البلاستيك ازدادت نسبته والبلاستيك خاصه لاحظوا المده اللازمه كم هي؟ 450 سنه المعادن من 200 الى 500 سنه الورق فقط من ثلاثة إلى اثنا شهرا مطلوب منا استنتاج خاصية النفايات المنزلية التي يبينها الجدول أعلاه أعزائي التلاميذ ماذا يمكن أن نستنتج كخاصية لاحظنا على أن في العمود الأخير من الجدول بينا على أن هذه المدة فهي مختلفة تختلف من مكون إلى آخر لكن هذه المدة فهي خاصة إذا رجعنا إلى الجدول لاحظوا معي على أن البلاستيك يصل إلى 450 سنة لتحلل هذه المواد فهي تمكث لمدة طويلة في الوسط الطبيعي إذا ماذا نستنتج هنا؟ على أن الخاصية هي طول المدة التي تتطلبها النفايات لكي يتم التخلص منها أعزائي التلاميذ لاحظنا هذه المكونات وهناك خاصية فهي تحتوي على مواد من قبيل الورق، البلاستيك، معادن، مواد عظمية هذه المواد تشكل خطر نعم عن طريق مدة طويلة وكذلك يمكن أن نستفيد منها نظرا لاحتوائها على هذه المواد. إذا هنا نقول أن هذه النفايات تكتسي اهميه اقتصاديه نظرا لاحتوائها على كميات مهمه من المواد القابله لاعاده الاستعمال كمواد اوليه اذا كسؤال كيف يمكن استغلال هذه المواد وتتمينها ونبدا اعزائي التلاميذ بالتساؤل الاول كيف يمكن تدبير النفايات المنزليه ندبر هذه النفايات لتجنب اثرها السلبي اذن السؤال الاول هي ما هي الطرق تدبير النفايات واول عمليه هي الانتقاء اذا هي اولى مرحله في التدبير نقول عنه معقلا لمشكل النفايات المنزليه والذي يتمثل في ماذا في فرز النفايات حسب اصنافها وتتم على عده مستويات أكيد هناك مكونات لها اقتصادية مهمة، إذا لكي نستفيد منها يجب فصلها، عزلها على المواد الغير قابلة للاستعمال. الآن سنرى ما هي مراحل هذا الفرز، ما هي مستويات هذا الفرز ومن أين تبدأ؟ انظر معي هنا، أول بداية هنا، أول مستوى هو المستهلك. يعتبر كحلقة أولى في مسار تدبير النفايات. وذلك باستعمال حاويات قمامه خاصه لكل صنف، ولاحظنا كما تلاحظون في حياتنا اليوميه، مجموعه من المؤسسات نلاحظ هناك حاويات تحتوي على ثلاث اماكن مخصصه، مكان مخصص للزجاج، للورق، للبلاستيك، اذا هذا مهم، ان يجب ان يكون انخراط ووعي بهذه المساله لكي نشارك. في مسألة تتمين هذه النفايات وتجنب الأخطار المرتبطة بها المستوى الثاني لاحظوا معي هو على مستوى عمال جمع النفايات وتتم هذه العملية خلال مرحلة جمع ونقل النفايات بواسطة الشاحنات لاحظوا معي أزاي التلاميذ هنا لدينا مجموعة من الأكياس فيقومون بعزل المكونات كيس محمل بالبلاستيك بالزجاج بالورق وهذه العمليه تساعد على عزل هذه المكونات الان سننتقل الى المستوى الثالث اذا راينا المستهلك راينا المستوى الثاني من طرف العمال المسؤول عن جمع هذه النفايات ثم المستوى الثالث هو على مستوى مراكز الانتقاء يعتمد في هذا المستوى على تجهيزات خاصه واشخاص متخصصين يعني على مستوى هذه المراكز مثل مركز فرز واعاده تدوير النفايات بضواحي مدينه فاس لاحظوا كيف تتم هذه العمليه لاحظنا قلنا على ان مركز متخصص يعني انه يتوفر على تجهيزات تمكن من فرز هذه النفايات اكيد هناك اليات لفرز هذه النفايات نتساءل ما هي هذه الاليات وكيف تتم عمليه الفرز على مستوى هذه المراكز لهذا ادعوكم اعزائي التلاميذ لملاحظه الوثيقه التاليه الوثيقه الجانبيه تمثل مراحل عمليه الانتقاء في مركز متخصص لاحظوا اول بدايه عند وصول الشاحنات المحمله بالنفايات يتم استقبالها اول عمليه هي انتقاء لاحظوا معي انتقاء أولي إذن المطلوب منه هو حدد مراحل وكيفية انتقاء النفايات المنزلية الصلبة بمراكز الانتقاء هناك انتقاء أولي كيف هو هذا الانتقاء فهو يتم هناك عاملين يتم بواسطة اليدين انتقاء يدوي يتم من عزل المطروحات عزل ورق مقوى كبير الحجم عزل المكونات لا يمكن الاستفادة منها يتم التخلص منها بشكل نهائي ثم باقي المكونات تنتقل إلى غربال دوار يتم فيه فصل المكونات إلى أجسام مسطحة وإلى أجسام مجوفة الأجسام المسطحة تمر عبر عزل ثاني انتقاء ثانوي يتم بتدخل العمال بشكل يدوي يتم فيه عزل ورق المقوى عن الجرائد والمجلات لاحظوا أنه يمكن توظيفها في مواد سواء لصناعة الورق أو صناعة البلاستيك، نفس الشيء كذلك. إذا ماذا يمكن أن نقول أعزائي التلاميذ كتعبير نعبر من خلاله عن هاته المراحل؟ نصيغ جمل مفيدة يمكن تلخيص أهم مراحل انتقاء النفايات كالتالي: انتقاء أولي يدوي حيث يتم التخلص من المواد غير القابلة لإعادة الاستعمال والتدوير. كما يتم عزل الورق المقوى الكبير الحجم باقي النفايات يتم إدخالها داخل غربال دوار يمكن من فصل الأجسام المجوفة عن الأجسام المسطحة حيث تتعرض هذه الأخيرة إلى انتقاء يدوي من طرف العمال يتجلى في فصل الجرائد والمجلات عن الورق والتخلص من المطروحات غير قابلة للاستغلال أما الأجسام المجوفة فتتعرض للفصل بواسط... للفرز عفوا بواسطة مغناطيس ضخم يتم خلاله فصل الاجسام المكونه من الصلب عن باقي الاجسام تتعرض الاجسام المجوفه غير المكونه من الصلب الى انتقاء يدوي للتخلص من المطروحات وعزل البلاستيك عن الالومنيوم والمعلبات المختلفه اعزائي التلاميذ نطرح تساؤل كيف ما هي التقنيات المعتمدة بعد عزل هذه المكونات لمعالجه هذه المواد التي تم فرزها هنا نبدا باول عمليه اعاده التدوير لاحظوا على ان المواد التي تم فصلها فهي مواد يمكن توظيفها في إعادة التدوير استعمالها كمواد أولية في صناعات معينة إذا نتكلم عن إعادة التدوير استعمال وتصنيع مجموعة من الأصناف كالزجاج البلاستيك الألمنيوم تقنية الآن ننتقل إلى تقنية أخرى هي تقنية إنتاج البيو غاز لاحظوا معي أعزائي التلاميذ الوثيقة التالية تقنية إنتاج البيوغاز في مواقع طمر النفايات الصلبة تخضع هذه الأخيرة لعملية ضغط تؤدي إلى افتقار هذه المواقع للأكسجين إذا هنا نفايات عضوية يتم وضعها في هذا المكان من أجل استخلاص غاز الميطان إنتاج غاز الميطان البيوغاز يتم من طرف كائنات حية لا هوائية من بينها بكتيريات تسمى ميتانو بكتيريوم من اسمها يدل على ماذا بكتيريوم بكتيريا وميتانو غاز الميثان المستعمل CH4 اش هذه المادة هي عبارة عن غاز يستعمل يمكن توظيفه مثلا كطاقة بتحلل النفايات تخمر لا هوائي ينتج عنه غاز الميطان سي اش 4 وغيرها من الغازات التي تتصاعد من هذه المواقع مسببة تلوث البيئة. يمكن استغلال هذه الظاهرة الصناعية لتوليد هذه الغازات والاستفادة منها وهذا ما تبينه هذه التقنية عند وضع النفايات هنا وتخليطها بوجود البكتيريا يتم استخلاص غاز الميطان الذي يستعمل، ولاحظوا معي الصوره هنا، نلاحظ على ان هذا غاز البيوغاز فهو يعادل 1 متر مكعب يعادل 0.7 لتر من البنزين، يعادل 6 كيلو واط من الكهرباء، 1 متر مكعب يعادل 0.6 متر مكعب من الغاز الطبيعي، 0.8 كغ من الفحم، و 1 لتر من كحول الاشتعال إذا لاحظوا أعزائي التلاميذ فهي تقنية مهمة تمكن من إنتاج مادة يمكن استغلالها نتكلم عن بيوغاز، غاز طبيعي، طاقة بيولوجية إنطلاقاً من هذه العملية التي تمكن من التخلص من نسبة كبيرة قد تصل إلى 90% من النفايات. الآن أعزائي التلاميذ ماذا يمكن أن نقول؟ بعد عزل النفايات العضوية القابلة للتحلل توضع في أحواض مغلقة وسطحي لا هوائي، تضاف إليه بكتيريات الميتانوبكتيريوم تقوم بأكسدة جزئية للمواد العضوية والعملية تسمى التخمر في غياب او ينتج عنه تكون غاز الميطان الذي يستعمل كمصدر للطاقة الآن أعزائي التلاميذ ننتقل لتقنية أخرى توظف في استخلاص الطاقة تقنية الترميد لاحظوا معي الصورة يتم خلالها ماذا هذه العملية يتم حرق النفايات داخل أفران في درجة حرارة تقارب ألف درجة بوجود الاكسجين لاحظوا معي هنا عند وصول الشاحنه يتم تفريغ المحتوى على مستوى هذا الخزان ثم يتم نقله الى فرن يصل حرارته من 800 الى 1000 درجه البخار الصادر عن الحق يستعمل يمر عبر هذه الداره ويستعمل في استخلاص في تكوين طاقه محول حرارة الكهربي بحيث يتم تحريك لتكوين هذه الطاقة المستعملة في تخفيض كبير فهو يمكن من تخفيض كبير في حجم ووزن النفايات بالإضافة إلى الاستفادة من موارد طاقية البقايا الاحتراق فهو يعطي رماد لهذا اسم العملية تقنية الترميد إذا استعمال في الأشغال العمومية ويتم طرح البقايا هنا التخلص منها يتم تمرها لماذا لانها قد تحتوي على مواد ملوثه لهذا يتم التخلص منها اذا لاحظوا جيدا اعزائي التلاميذ تقنيه الترميد تمكن من التخلص من نسبه كبيره من النفايات وتستعمل هنا من اجل الحصول على طاقه تقنيه اخرى هي انتاج السماد العضوي تتوفر النفايات المنزلية على نسبة مهمة من المواد العضوية تقارب 56% القابلة للتخمر يمكنها أن تتأكسد مما يسهل معالجتها بيولوجيا لإنتاج السماد العضوي. هناك طريقتين إما تقليدية انطلاقا من النفايات العضوية وراء البعائم أو طريقة عصرية في وحدات صناعية مجهزة تمكن من إنتاج هذا السماد بكميات كبيرة وجودة عالية. لكن كيف ما هو مبدا هذه التقنيه؟ كيف يتم استغلال النفايات لانتاج سماد عضوي وانطلاقا من اسم سماد فهو يضاف الى التربه ليغنيها ليجعلها لكي تصبح خصبه. لاحظوا هنا مواد اوليه بقايا منزليه قابله التخمر روتر بهائي فراش حراجي تربه املاح مدينة ماء هذه المواد تتعرض لمجموعه من التفاعلات تعطي خليط متجانس من المواد العضويه المتحلله، املاح معدنيه، ماء مع متعضيات مجهرية ماذا يحدث على مستوى هذا المكان حيث توجد البقايا النفايات؟ هو ما يوضحه هنا المبيان. تتبعنا تغير درجه الحراره. نلاحظ ان درجه الحراره ترتفع بشكل كبير تتجاوز 60 درجه، ثم بعد ذلك تنخفض. خلال هذه التغيرات نلاحظ وجود تدخل مجموعة من الكائنات الحية الفونة كبيرة فطريات بكتيريات التي تقوم بتفكيك البوليميرات جزيئات الكبيرة الضخمة ثم تدخل متعضيات مجهرية من بينها الفطريات والبكتيريات لاحظوا هنا عينة إذا سنعبر عن هذه العملية ماذا يمكن أن نقول هناك مراحل متعددة يمر منها تكوين السماد العضوي ماذا نقول؟ يتم إنتاج السماد العضوي خلال ثلاث مراحل: تفكك النفايات العضوية بفعل تدخل الفونة التي تعمل على تحويل النفايات العضوية المعقدة إلى جزيئات بسيطة، أكسدة الجزيئات العضوية، تنفس والتخمر بفعل البكتيريات والفطريات التي ينتج عن هذه المرحلة مواد معدنية وأحماض عضوية بهدف تسريع هذه المرحلة يتم تهوية هذه النفايات ليتم تسريع التفاعلات، ثم المرحلة الثالثة: تكوين الذبال المسؤول عن إغناء التربة وجعلها قصبة لهذا هو مهم بفعل تدخل البكتيريات في حرارة منخفضة ينتج عن هذه المرحلة تحويل الأحماض العضوية إلى أحماض ذبالية هذه الأحماض تعمل على تثبيت العناصر المعدنية تعلمون جيدا على أن هذا الذبال يدخل في تركيب المركب الطيني الذبالي الذي يعمل على الاحتفاظ بالمواد المعدنية والاحتفاظ بالماء مما يجعل التربة غنية وصالحه اكثر للزراعه، لكن هناك مواد اخرى لا يمكن استغلالها بواسطه هذه التقنيات، ما هو مصيرها؟ اكيد مصيرها سوف يتم تمرها في اماكن هنا نتكلم عن تمر النفايات المنزليه الغير قابله للاستعمال، نفايات ناتجه عن الترميد يتم وضعها في حفر كبيره خاصه وفق الشروط التاليه، كذلك الناتجه عن الترميد ذلك الرماد اشرنا الى انه يحتوي على مواد ملوثه إذا للتخلص منه عن طريق التمر، لهذا يجب توفر شروط في أماكن التمر، حفر كبيرة أو استعمال مقالع ماجورة، اختيار مكان مناسب بعيد عن مصادر المياه وعن المناطق السكنية والفلاحية، عزل الحفر عن المياه الجوفية باستعمال عازل من الإسمنت والطين، تغطية المدفن بطبقة سميكة من الأتربة، لاحظوا هنا جرافة تقوم بجرف هذه النفايات وطمرها في حفر هنا يجب ضرورة تقييد بالشروط إذا هنا لاحظوا جيدا على أن هذه النفايات يتم استغلالها إذا يجب استغلالها بشكل معقلا لهذا نتساءل أعزائي التلاميذ عن آثار في حالة عدم استغلال معقلا لهذه النفايات ما هو أثرها في الوسط اذا نتساءل ما هي اثار النفايات المنزليه على الصحه والبيئه والاقتصاد للاجابه على هذا السؤال ادعوكم اعزائي التلاميذ لملاحظه الوثيقه التاليه نبدا بالاثار النفايات المنزليه على الصحه والبيئه لاحظوا في هذه الخططه ماذا تلاحظون اعزائي التلاميذ نفايات مطرح للنفايات ماذا نلاحظ في هذا المطرح؟ هناك سائل قد يتسرب، هذا السائل نسميه الليكزيفيا يسمى سائل النفايات أو عصير النفايات لأنه يحتوي على مواد توجد في النفايات بعد مرور الماء من هنا إثر التساقطات مثلاً أو نهر مثلاً، هذه المواد تنتقل إلى الماء وقد تصل إلى السدائم المائية إلى الفرشاة المائية كذلك النفايات يتص... تتصاعد منها مجموعه من الغازات السامه كاحادي اكسيد الكربون كاحادي اكسيد الازوت كثنائي اكسيد الكبريت هذه الغازات تؤدي الى ماذا عندما تصعد الى الغلاف الجوي تؤدي الى ماذا لاحظوا الى احتباس حراري حيث مسؤوله عن ارتفاع درجه الحراره كذلك تدمير طبقات الاوزون وسنتطرق في الدروس المقبله بتفصيل لهذه الظواهر احتباس الحراري ثقب الأوزون وكذلك لاحظوا معي أمطار حمضية لأن تفاعلات اكسيد الكربون والكبريت يؤدي إلى أحماض الكربوكسيلية والكبريت هي المسؤولة عن هذه الأمطار التي عندما تسقط وترجع إلى التربة تؤثر سلباً على الغطاء النباتي لاحظوا كذلك الإنسان والحيوانات هنا ستتعرض، ستتأثر بهذه النفايات روائح كريهة كذلك انتشار مواد تؤثر خاصة اضطرابات في الجهاز التنفسي. تتميز النفايات بارتفاع نسبة المواد العضوية وكذا ارتفاع نسبة الرطوبة بحيث يؤدي تحللها إلى تلوث يترتب عنه انعكاسات سلبية على الصحة والبيئة. في المغرب على غرار العديد من الدول النامية جزء كبير ينتهي في مطارح غير مراقبة. إذا وهذا يعطي مجموعة من الآثار السلبية سواء على الوسط البيئي أو كذلك على الصحة صحة الإنسان وصحة الكائنات الحية سنعبر عن ذلك أعزائي التلاميذ ماذا نقول عن الآثار السلبية على البيئة؟ ينتج عن ترشيح مياه الأمطار عبر النفايات المتراكبة تكون سائل الليكزيفيا وهو رشاحة أو عصير النفايات المحمل بالجراثيم والبالملوثات العضويه والمعدنيه تسرب هذه المياه تتص... يؤدي الى تلوث التربه والمياه الجوفيه كذلك تحلل النفايات المنزليه في المطارح او حرقها يؤدي الى انبعاث غازات سامه من بينها احادي اكسيد الآزون، احادي اكسيد الكربون ثنائي اكسيد الكربون ديوكسين التي تتسبب في تلوث الهواء تلوث الاوساط الطبيعيه بالنفايات الصلبه كالأكياس البلاستيكية تسبب في السداد القنوات، كما يؤثر ذلك على صحة الكائنات الحية وعلى الإنسان من خلال مجموعة من الأمراض، خاصة أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الجهاز الدوراني، وكذلك أمراض الجهاز المناعي. الآثار الآن ننتقل أعزائي التلاميذ إلى الآثار النفايات المنزلية كذلك على الاقتصاد، علما أنه في المغرب يكلف جمع النفايات المنزلية والتخلص منها ميزانية كبيرة تقدر ب 40 مليار درهم سنويا دون الاستفادة منها مما يشكل خسارة للاقتصاد الوطني وهنا ضرورة استغلال المعقلان لهذه النفايات وحسن تدبيرها أعزائي التلاميذ كخلاصة لهذا الدرس أدعوكم لكون بعد النشاط بإنجاز خطط تركيبية تلخص لنا طرق تدبير النفايات المنزلية وتأثيرها على الصحة والبيئة والاقتصاد والاقتصاد عفوا ونحدد عليها التقنيات المستعملة لهذا أقترح عليكم أعزائي التلاميذ الخطاطة التالية لاحظوا معي في هذه الخطاطة النفايات المنزلية عند طرحها الغير معقلان في الوسط الطبيعي هناك مخلفات ملوثات ملوثات عفوا الصلبة غازات ليكزيفيا تؤدي إلى ماذا إلى تلوث المياه والتربة والهواء وهذا له انعكاسات سلبية على الصحة والبيئة من خلال مختلف الظواهر التي تحدثت عندنا ثقب الأوزون احتباس حراري وكذلك على صحة الإنسان من خلال مختلف الأمراض التي تصيب الإنسان كذلك هنا ضرورة تدبير العقلاني لهذه النفايات من خلال الانتقاء فرز هذه المكونات وإعادة استعمال وتصنيع الانتقاء من أجل إعادة التدوير وكذلك مر ما غير مستعمل إعادة استعمال وتصنيع ترميد إنتاج البيوغاز إنتاج السماد العضوي كل هذه الإجراءات تمكن من التقليص من الإنعكاسات السلبية على الصحة والبيئة والاقتصاد الآن بقي أعزائي التلاميذ نتساءل حول كيف تؤثر هذه الملوثات و فقط هنا اشرنا الى هنا ملوثات مرتبطه بالانشطه المنزليه اكيد كذلك هناك ملوثات مرتبطه بالمجالات الاخرى المجال الصناعي والمجال الفلاحي وهذا ما سنتطرق اليه في الحصص المقبله اعزائي التلاميذ الى هنا تنتهي هذه الحصه واضرب لكم موعدا في الحصه القادمه شكرا لحسن تتبعكم